النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم التي نبدأها بآخر خرائط درجات الحرارة القريبة من سطح الأرض التي يتم إنتاجها حاسوبيا. فنشاهد بهذه الألوان تقريبا وجود المملكة ضمن نطاق الكتلة الهوائية حول المعدلات أو أعلى بقليل من معدلاتها، وبالأخص كلما اتجهنا إلى المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة. خلال الأيام القادمة كما نلاحظ لا يوجد تغييرات هامة على مكان هذه الكتل الهوائية التي تسيطر على المملكة، وبالتالي بقاء درجات الحرارة حول المعدلات. ربما يكون هناك بعض الارتفاع الطفيف على درجات الحرارة في نهاية هذا الأسبوع. الأجواء على الرغم من ذلك في ساعات الليل تكون معتدلة في أغلب المناطق، بل وتكون رطبة في ساعات الليل المتأخرة. تصل الصغرى هذه الليلة في العاصمة إلى 20 درجة مئوية. الأجواء صافية لكنها في ذات الوقت رطبة، وترتفع نسبة الرطوبة خاصة فوق المرتفعات الجبلية. الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام القادمة كما نشاهد درجات حارة حول معدلات تكون 30 درجة مئوية يوم الأربعاء، ارتفاع قليل يوم الخميس إلى 31، ويوم الجمعة 32 درجة مئوية. الأجواء تكون مشمسة في معظم المناطق في ساعات النهار، وأيضا صافية في ساعات الليل. نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة نهار يوم الأربعاء والصغرى ليلة الأربعاء على الخميس. أيضا تكون الأجواء في عموم ومختلف مناطق المملكة يوم الأربعاء مشمسة صيفية عادية في ساعات النهار، لكنها تكون حارة نسبيا في مناطق الأودية وحارة في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة. نبدأ بدرجات حارة في إربد شمالا، تكون العظمى 33 إلى 22 درجة مئوية. عجلون 30 إلى 21، في جرش 33 إلى 23، وفي المفرق من 34 إلى 21 درجة مئوية. في المناطق الوسطى في العاصمة 30 إلى 21، كذلك أمر في السلط، في مأدبة 31 إلى 22، وفي زرقاء من 33 إلى 23. البحر الميت أجواء حارة من 38 إلى 30 درجة مئوية. جنوبا تكون الأجواء في الكرك 30 إلى 20، في الطفيلة 30 إلى 21، في معان 34 إلى 22، في جبال الأشترا من 28 إلى 19، في حين ترتفع في خليج العقبة إلى 40 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى إلى 29 درجة مئوية. شرقا في رويشة 39 إلى 24، في الصفاوي 38 إلى 23، كذلك أمر في منطقة الأزرق، وهناك نشاط متوقع سرعة رياح في ساعات ما بعد الظهر يثير الغبار والأتربة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة بما في ذلك أيضا منطقة العقبة. كملخص قبل الختام للحالة الجوية التي تأثر بها المملكة هذه الأيام، فالأجواء في ساعات النهار أجواء صيفية اعتيادية وتكون معتدلة في ساعات النهار، لكنها لكنها تكون رطبة أيضا في ذات الوقت، وهناك رياح يومية نشطة في ساعات بعد الظهر تثير الأتربة والرمال، وبالأخص في مناطق الجنوب والشرق ومنطقة خليج العقبة. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.